سؤال أسألك تجويد الأول، تعرف ما تذكر مثال النون الساكنة؟ نون الساكنة نعم، أربعة أحكام وهي الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. أحسنت، اذكر مثال المد اللازم. مد اللازم؟ مد اللازم مد ست حركات زي كلمة إيش؟ ست حركات زي كلمة ولا الضالين. أحسنت. طيب أخرى من سورة السجدة، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. يا شيخ، أنا أستطيع من 10 أجزاء من سورة البقرة. طيب اقرأ يا عبد الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أحسنت. والوالدات يرضعن أولادهن. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أحسنت. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما.
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدكم الموت قال إني أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشر ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص أحسنت فتح الله لك جزاك الله خيرا قل أي شيء أكبر شهادة قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون أحسنت ثمانية أزواج ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين
قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أحسنت ممتاز يا ما شاء الله يا عبد الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه هو الذي جعل هو الذي جعل لكم هو الذي خلقكم من نفس واحدة هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهم إذا هم يبغون في فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فلما إن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما إيه فلما آتاهم أحسن فلما ها فلما آتى فلما آتى آتاهم خطأ هم اثنين مثنى قول مرة ثانية فلما آتاهما صالحا جعلا أحسن أي. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون أحسنت يا عبد الله فتح الله أول سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله واعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين أي شرط وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين أحسنت يا عبد الله ما شاء الله عليك فتح الله لك كم عمرك عبد الله أنت؟ عندك كم سنة؟ ثمانية ما شاء الله صف كم أنت؟ ها؟ صف كم؟ صفي صف الثاني؟ أنا في الصف الثاني نعم ما شاء الله تصل منين أنت؟
ها من السويد. من السويد؟ نعم. أنت مقيم بالسويد؟ نعم. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيك وفي والديك يا عبد الله. جزاك الله. الدرجة 100 من 100 ما شاء الله عليك. الحمد لله. يلا سلام عليكم. عليكم بارك السلام. بارك الله فيك وفي والديك. جزاك الله. إن شاء الله نشوفك من حافظ القرآن كامل قريب إن شاء الله تكون أزهر حافظ. إن شاء الله. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أفندنا. إن شاء الله.